بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 124. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الإمارات العربية المتحدة، وباعثها مستمع من هناك يقول: أخوكم في الله إبراهيم عبد العزيز جعفر. أخونا إبراهيم عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له سؤال واحد يقول فيه: إن إمام المسجد الذي نصلي يجيز التوسل بالأموات من الأنبياء والصالحين، هل تجوز الصلاة وراءه؟ أفيدونا أفادكم الله ونفع بكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، التوسل بالأموات فيه تفصيل: إن كان المراد به التقرب إليهم بشيء من أنواع العبادة بالدعاء أو الاستغاثة بهم أو الذبح لهم أو النذر لهم كما يفعله عباد القبور اليوم، فهذا شرك أكبر، وهذا الإمام مشرك الشرك الأكبر. وإذا كان يجيز هذا الشيء فهو يجيز الشرك والعياذ بالله، فهذا لا يصح، لا تصح صلاته ولا تصح الصلاة خلفه حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الشرك الذي كان عليه المشركون الأولون، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه حجتهم، يعبدونهم من دون الله ويقولون إنهم يقربوننا إلى الله، وهذا هو فعل عباد القبور اليوم، وإن سموه توسلا فالاسم لا يغير الحقيقة. هو الشرك، هو الشرك الأكبر، والذي يجيزه لا تجوز الصلاة خلفه ولا تصح صلاته هو في نفسه حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما إن كان المقصود من التوسل للأموات جعلهم وسائط بينه وبين الله في قبول الدعاء، يعني يدعو الله بجاههم أو بحقهم أو بشفاعتهم، فهذا أمر محرم ووسيلة من وسائل الشرك، ولكنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، لكنه محرم ووسيلة، لأنه لا يجوز التوسل بحق المخلوقين أو جاه المخلوقين أو منزلة المخلوقين عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله لم يشرع لنا ذلك، ولأن هذا وسيلة للشرك بهم وعبادتهم من دون الله، فهذا تصح صلاته وتصح الصلاة خلفه، لكن لا بد من نهيه ولا بد من البيان له، فإن لم يمتثل فإنه يجب عزله عن الإمامة، لأنه يضلل الناس بهذا الرأي ويقتدي به الناس، فلا يصح أن ينصب هذا إماما للمسجد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى ليبيا عبر رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أختكم في الله ألف باء ألف. أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقات مضت من حلقات هذا البرنامج، وبقي لها في هذه الحلقة بعض الأسئلة، فتسأل في أحدها وتقول: ما معنى دبر الصلاة؟ أمعنى ذلك آخر الصلاة بعد التشهد أم بعد التسليم؟ جزاكم الله خيرا. دبر الصلاة يشمل آخر الصلاة ويشمل ما بعدها، فهو لفظ مشترك يراد به آخر الصلاة ويراد به ما بعد الصلاة، هو لفظ مشترك، والعلماء اختلفوا في تفسيره، فمنهم من فسره بما بعد الصلاة ومنهم من فسره بآخر الصلاة، والصحيح أنه مشترك يشمل هذا وهذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كثيرا ما يسأل الإخوة المستمعين شيخ صالح
عن اختلاف الناس في الصيام والفطر، فتجد أناسا يبدأون الشهر بالصيام قبل يوم أو يومين من أناس آخرين، ويفطرون بعد ناس أو قبلهم وهكذا. فما هو تعليق فضيلة الشيخ صالح وما هو توجيهكم للناس، ولا سيما إذا كانوا في بلد واحد أو في دولة واحدة؟ جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم حسم هذا الموضوع ببيان شاف قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، يعني الهلال، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. هذا من ناحية القول. ومن ناحية العمل، فإنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه من أخبره أنه رأى الهلال، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام بناء على الرؤية. فالأمر معلق برؤية الهلال عند الصيام وعند الإفطار. فإذا رآه أهل البلد، وليس من شرط ذلك أن يراه الناس كلهم، فلو رآه واحدا من المسلمين وهو ثقة، فإن المسلمين يصومون برؤيته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره ابن عمر أنه رأى الهلال فصام صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام. كذلك لما أخبره الأعرابي أنه رأى الهلال صام صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام. فإذا رأى الهلال واحد فأكثر من المسلمين، فإنه يجب على المسلمين الذين في الدولة أو في البلد أن يصوموا، إذا ثبت ذلك عند القاضي، عند القاضي الشرعي أو عند المفتي المعتمد للمسلمين. ولا يجوز لأحد أن يتخلف عن المسلمين في الصيام أو في الإفطار، لأن المسلمين جماعة واحدة يصومون جميعا ويفطرون جميعا. أما إذا كانت البلاد متباعدة وكان هناك اختلاف في المطالع، لأن المطالع تختلف على الصحيح من قطر إلى قطر، فلكل قوم رؤيتهم، لكل قوم من الأقاليم التي تختلف فيها المطالع لهم رؤيتهم، فيصومون برؤيتهم ويفطرون برؤيتهم. فالأمر واسع ولله الحمد، ولا مجال للاختلاف في هذا، لأن الأمر محسوم من قبل الشارع. فالإفطار على رؤية الهلال والصيام على رؤية الهلال. وإذا رآه أحد من المسلمين، فإنه يجب على كل المقيمين في الولاية أو في الإقليم أو القطر الذي لا تختلف فيه المطالع، يجب عليهم جميعا أن يصوموا. وإذا لم يروا الهلال ليلة 30 من شعبان، فإنهم يفطرون ويكملون عدة شعبان 30، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم رسالة بتوقيع أحد الأخوة المستمعين، يقول المرسل من العتيبي، أخونا يقول: أنا أصلي مع الجماعة معظم الأوقات، وبعض الأوقات أتراجع عن الذهاب إلى المسجد لأنه يخرج من فمي رائحة كريهة مزمنة، فهل علي إثم إذا تركت الصلاة مع الجماعة بهذا السبب؟ وهل يكتب لأجر الجماعة؟ وإذا لم يجر مع الجماعة فكيف أصلي الجمعة؟ جزاكم الله خيرا. صلاة الجماعة واجبة ولا يتركها المسلم إلا لعذر شرعي. فإذا كان ما ذكره السائل يتأذى به من حوله، يعني يخرج منه رائحة يتأذى بها المصلون، فإن هذا عذر شرعي له، له أن يصلي في بيته ويكتب له الأجر إن شاء الله، لأنه معذور في ترك الجماعة. ومن كان يؤدي العبادة ثم تركها لعذر، فإنه يكتب له أجر من فعلها، لأن الله سبحانه وتعالى يجزي المؤمن على قدر نيته، نيته الصالحة. فإذا كان هذه الرائحة تؤذي المصلين ويتأذى بها الناس، إن هذا عذر شرعي له في أن يعتزل ويصلي في بيته، والحمد لله، وله الأجر من صلى مع الجماعة. أما إذا كانت خفيفة ولا يتأذى بها الناس، فإنه لا يعذر بترك الصلاة، لا، صلاة الجماعة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إنني أصبت بمرض نفسي أثر على تعاملي وخاصة مع والدي، فلا أحسن أن آكل معه، وفي بعض الأحيان لا أتكلم معه، وأحيانا أخرى أتكلم معه بشدة ولكنه لا يراعي حالتي، وقد تأثرت حتى كرهت أن ينام
أحدث جسدي جسده في الصلاة لأنه يتعمد ذلك، وقد تعالجت وأنا الآن من أحسن من حسن إلى أحسن، فهل علي إثم مما حصل مني وحالي ما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان ما ذكرته من معاملتك مع والدك بسبب مرض نفسي أنت معذور في هذا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. المرض عذر، والمرض العقلي أو النفسي عذر في ما حصل منك، ولكن بعد ما شفاك الله تماثلت للشفاء فإنك تحسن إلى والدك. وأيضا عليك أن تبين لوالدك السبب في كونك نفرت منه أو كونك تتضايق، عليك أن تبين السبب لذلك من أجل أن يعذرك في هذا، ولا تترك الأمر أمامه مجملا أو مجهولا من أجل أن يغضب عليك أو أن يجد في نفسه عليك، لأنك لم تبين له السبب. عليك أن تبين، ولا حرج عليك فيما حصل وأنت معذور والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: لا يوجد في مسجدنا إمام فيصلي بنا أحيانا أكبرنا سنا مع أنه لا يريد القراءة، ومرة أخرى يصلي بنا مسبل، ومرة يصلي بنا حالق باللحية، فهل تجوز الصلاة خلف هؤلاء جزاكم الله خيرا أم نعيد الصلاة في البيت؟ صلاة لا تعيدونها ما دام صليتم والحمد لله، هي صلاة صحيحة وأنتم صليتم خلف مسلمين والحمد لله. ولكن على الإمام، على إمام كل مسجد إذا أراد أن يتخلف لعذر شرعي أن يخلف من يصلي بالناس، لا يتركهم هكذا، فعلى الإمام لأن عليه عهدة وواجبا في هذا الأمر، إما أن يحضر بنفسه ويقوم بالواجب، وإما أن يخلف من يصلي بالناس من يصلح لذلك، ولا يترك الناس هكذا. وعلى كل حال صلاتكم صحيحة والحمد لله، ولكن عليكم أن تختاروا الأمثل فالأمثل للإمامة، إذا لم يعين الإمام أحدا فعليكم أنتم أن تختاروا الأمثل فالأمثل للمستقبل، وأما ما مضى فصلاتكم صحيحة والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. فضيلة الشيخ، أنا أعلم أن التسبيحات والتحميدات والتكبيرات التي بعد الصلاة تكرر 33 مرة، فإذا زدت عليها فهل يحصل الثواب المذكور؟ لأنني أفكر في بعض الأحيان ولا أعلم كم قلت فأزيد حتى أتيقن من ذلك، جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك إذا حصل عندك شك في العدد وزدت من أجل الاحتياط والتأكد، فلا بأس بذلك، تحصل على الأجر إن شاء الله الموعود بذلك. وإذا زدت على 100 التسبيح والتهليل زدت لا من أجل أنك ترى أن هذا غير كافي، وإنما من أجل الزيادة في الخير ومن أجل الزيادة في الذكر، فلا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بتوقيع إحدى الأخوات، تقول: أختكم في الله أم فارس. أم فارس لها عدد من الأسئلة، في أحدها تسأل عن حكم الأناشيد الدينية كما وصفتها، جزاكم الله خيرا. الأناشيد الدينية ليس لها أصل، ليس لها أصل ما يسمونها الآن بالأناشيد الإسلامية والأناشيد الدينية، هذا إنما عرفت عند الصوفية. الصوفية هم الذين جعلوا الأناشيد من العبادة وجعلوه من دينهم، أما أهل السنة فلا، ليس عندهم ما يسمى بالأناشيد الدينية. نعم، يجوز إنشاء الشعر النزيه الطيب الذي فيه حث على الشجاعة والكرم والأخلاق والدعوة إلى الإسلام، وما فيه فائدة أو فيه فائدة لغوية. نعم، يجوز إنشاء الشعر، وكان حسان ينشد عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإنشاد في حالة سآمة في العمل أو السرى في الليل، كان المنشد ينشد والحادي يحدو عند النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تخفيف المشقة في العمل، كما في بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في الحدو في السفر، هذا أمر لا بأس به، هذا يسمى إنشادا. أما الأناشيد المنغمة والتي رتب لها فرق ويرتب لها تنغيم خاص وشكل خاص، هذه من الأمور المحدثة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما عقاب التي لا تلبس خمار؟ عقابها أنها تركت ما أوجب الله عليها، فهي تركت واجبا، ومن ترك واجبا فإنه يعاقب، لأن الواجب عرفه العلماء بما يعاقب على تركه ويثاب على فعله، وترك الحجاب معصية، والمعصية يعاقب الله سبحانه وتعالى عليها. والالتزام بالخمار ستر الرأس والوجه والكفين والمفاتيح
ولكن هذا أمر واجب على المسلمة لأنها عورة، ويجب عليها أن تحتشم وأن تحتجب عن الرجال، لأن في ذلك صيانة لها وحماية لها وأمانا لها من الفتنة والافتتان بها، هذا دأب المسلمة. أما التي تترك الحجاب وتزيح الخمار هذه آثمة عاصية وسافرة يخاف عليها من العقوبة ومن لعنة الله، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مملات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، وأيضا رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. هذا دليل على أن تساهل المرأة بالحجاب، وأن أنها إذا لم تلبس اللباس الساتر أنها تكون من أهل النار، وهذا وعيد شديد والعياذ بالله. من جاء في بعض الألفاظ لعنها وقال لعنهن فإنهن ملعونات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم الغش في الامتحانات؟ لا يجوز الغش في الامتحانات، لأن الغش لا يجوز في كل حال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، في لفظ من غش فليس منا، لا في الامتحانات ولا في غيرها، لما فيه من التغرير بالناس ولما فيه من الخيانة ولما فيه من التظاهر بالأحقية وهو غير محق في أمره. والغش من طالب العلم أشد، لأن الامتحان الغالب أن الذين يمتحنون من طلبة العلم خصوصا العلوم الشرعية، فلا يجوز الغش منهم من باب أولى، لأنهم أولى بالأمانة وأولى بالثقة والالتزام، ولأن الذي يغشش في الامتحان يغرر بالولاة وربما يقدم على غيره في الوظيفة وهو لا يستحقها ويحرم المستحقين، يكون في هذا أضرار كثيرة يترتب عليه محاريب، ويتعود المسلم على الخيانة وعلى الغش في هذا وفي غيره. جزاكم الله خيرا. إذا سافرت أكثر من 83 كيلومتر فهل يلزمني محرم مع العلم أنني في داخل البلد؟ وهل يجوز اعتبار جماعة من النساء الثقات مكان المحرم؟ المحرم إنما يلزم في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، قد حدده العلماء بمسافة 80 كيلو فأكثر، أما كان دون 80 إنه لا يعد سفرا، ولكن إذا كان على المرأة خطر في خروجها وذهابها فإنها لا يجوز لها ذلك ولو كان هذا دون 80 كيلو نظرا للخطر ونظرا، والمرأة مهما بقيت في بيتها فهو أحفظ لها، وعدم الخروج لها من بيتها أستر لها، وإنما تخرج الخروج الذي ليس عليها فيه خطر وليس فيه فتنة لها أو لغيرها. أما الجماعة من النساء فلا تقوم مقام المحرم، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع المحرم، ولم يجعل الجماعة من النساء بديلا عن المحرم، والمحظور موجود ولو كانت مع جماعة من النساء، لأن المحرم من الرجال الذين هم من محارمها وأقاربها يغارون عليها ويحفظونها ويصونونها، خلاف الجماعة من النساء فإن النساء ضعيفات وهن بحاجة إلى المحرم، فكيف الذي هو بحاجة إلى المحرم يكون محرما لغيره؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن